هيك أحلى. طيلة شهر رمضان المبارك الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت، معي أنا رانيا نصار، مدربة الحياة وأخصائية البرمجة اللغوية العصبية على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا، اليوم رح أحكي عن الغيرة. أنا رانيا نصار، مدربة الحياة وأخصائية البرمجة اللغوية العصبية. لبلش بدي أعرف عن الغيرة، اللي هي تجربة عاطفية مؤلمة. هي مجموعة مشاعر من الخوف، من الفقدان، من عدم الثقة والشك والغضب والإذلال. بتصير لما الواحد بحس بتهديد حقيقي أو وهمي من دخول شخص ثالث على العلاقة. هي بتصيب العلاقة الرومانسية، العلاقة الأصدقاء، العلاقة العائلية، مثل علاقة الأولاد ببعضهم والتنافس على حصول اهتمام الأهل. من الضرورة معرفة الفرق بين الغيرة والحسد، لأنه الحسد بيصير بين اثنين بيتمنى فيه واحد منهم الحصول على ممتلكات التاني. كل أنواع الغيرة بتصيب بين الناس، وهي من أهم أسباب الخلافات والمشاكل بيناتهم، وأوقات كتير بتجي من المقارنة. بدي أذكر وبدي أشير على أنه في غيرة مش طبيعية، في غيرة مش عادية، بتجي من انعدام الشعور بالأمان وعدم النضج والوعي الكامل. ببعض الأوقات بتكون ناتجة لأمراض عقلية مثل جنون العظمة أو الانفصام أو الاختلال الكيميائي بالدماغ. بتختلف الغيرة من شخص للتاني، كما أنه بتتعدد أسبابها وأنواعها. ومن أهم أسبابها الشعور بالخوف والقلق، يعني الخوف من أنه حدا ياخد مطرحي أو أخسر شخص بحبه ومعلقة فيه. غريزة المنافسة اللي بتعطي شعور إيجابي وشعور سلبي. شعور إيجابي بتخلي الشخص يجتهد ويكافح ليحصل على هدفه ويفوز على منافسه. والشعور السلبي هون بتسيطر الغيرة على التفكير وبتشتت تركيزه، وبصير يقارن نفسه بغيره وبيبتعد عن هدفه. نقص الاهتمام والعاطفة، بصير الإنسان يغار من الأشخاص اللي بيتلقوا حب واهتمام وعاطفة وهو فائدها وبده يحصل عليها. عدم تلبية الحاجات لدى الطفل، يعني الحرمان المادي والعاطفي، بصير يفتش عليهم لما يكبر وبغار إذا لقاهم بين الأشخاص اللي حواليه. أكيد ما ذنبه ذنب الأهل. لحتى عالج هالنفس من الغيرة لازم يكون عندي ضبط النفس، ما أظهر انزعاجي قدام الناس لأنه هالشي بحطني بموقف حرج. الثقة بالنفس، التدرب على احترام وتقدير الذات، تفهم العلاقات مهما كان نوعها، تعبئة وقت الفراغ بممارسة الرياضة والاستماع للموسيقى والتأمل والقراءة، وتدريب العقل اللاوعي، وهو بحكي مع حالي وبقنعها أنه الغيرة ما بتجيب إلا المشاكل والدمار. وأخيرا بدي أقول زيارة الطبيب النفسي إذا كانت حالة الغيرة موجودة وصعبة جدا. لأختم بدي أقول أنه الغيرة هو إحساس سلبي بيجي من قلة الإيمان وقلة الثقة بالنفس. مش غلط اختبرها، ولكن لازم اتخطيها وحولها لشعور ايجابي لتكون حياتي اسهل واجمل. لكل اللي بحب يتواصل معي في يحكيني على رقمي 03-267-243، ولكل الاشخاص اللي حابين يعرفوا اكتر عني فيهم يتابعوني عبر صفحتي على فيسبوك وانستغرام رانيا نصار لايف كوتش. هيك احلى. طيلة شهر رمضان المبارك الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت، معي أنا رانيا نصار، مدربة الحياة وأخصائية البرمجة اللغوية العصبية على راديو تموز الإلكتروني.